ولتسليط الضوء على تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وأهم التحديات التي تنتظره بعد معركة انتخابية لا تزال تبعاتها تؤثر في الأجواء السياسية المحلية والدولية، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أهلا بكم سيدي. أهلا بك. بعد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي مدى انتهت أزمة الانتخابات الرئاسية؟ وما الصفحة الجديدة التي يستعد بايدن لفتحها؟ يعني مثل ما نتابع موضوع الانتخابات والإشكالات التي حصلت ما بعد الانتخابات، أعتقد ستبقى خلال الفترة القادمة، خاصة مع المشروع عزل الرئيس اللي وافق عليه مجلس النواب، والمفروض يتم بمرافعات وجلسات في مجلس الشيوخ بالأيام القادمة. هذا فيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالانتخابات. فيما يتعلق بالرئيس الجديد بايدن، أعتقد أنه المهمة ثقيلة، مشاكل وتحديات داخلية وخارجية هو أعلن بأنه قادر عليها، مع كلام بالأمل بالمستقبل في موضوع إعادة الوحدة الوطنية والتسامح والاستعداد لقيادة العالم من جديد. هل هذا يعني أن الوحدة الوطنية ستكون أساسا من أساسيات الأجندة الرئيسية لبايدن بعد توليه للرئاسة، خاصة أنه ركز على هذه النقاط في خطابه؟ نعم بالتأكيد، يعني الوحدة الوطنية اللي كررها حتى قبل النتائج الانتخابية وأيام الحملة، وهذا هو خطابه المعتدل المتسامح المفعم بالأمل وتجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة. وأعتقد هذا الدور هو ملائم لشخصية بايدن، كونه سياسي مخضرم وعنده تجارب ومر بتجارب ناجحة وفاشلة، نعم. ويعتقد الرأي العام الأمريكي بأن هذه مهمة الوحدة هو قادر عليها وممكنة مع تحديات الجمهوريين ووضعهم المبعثر بسبب ارتباط البعض منهم بترامب وأجنداته الشخصية. اقتحام الكونغرس وما سبقه من تفجير في المدينة يشكل تحديا أمنيا كبيرا لورقة اليمين المتطرف التي ظهرت في الولايات المتحدة. كيف تتوقع مواجهة إدارة بايدن لهذا التحدي؟ هذا التحدي يعني موجود، هنالك طائفة من الأمريكان وخاصة المحافظون يعتقدون بأن الديمقراطيون هم اشتراكيون أكثر مما ينبغي ويجب تحديهم، يعتقدون أنه يؤثر على حرياتهم الشخصية وتحدياتهم الاقتصادية. ولكن هذا الوضع اللي انتهى به الرئيس ترامب والمقربين إليه سيضعف من التحدي الجمهوريون ضد الديمقراطيون، وأعتقد أنه إذا جرت بالفعل المحاكمة لترامب في مجلس الشيوخ راح تظهر مسائل أخرى تضعفهم أكثر وتعلي صوت الوحدة وصوت التسامح بالنسبة للديمقراطيين وتنفيذ أجنداتهم الوطنية. في هذا السياق بالحديث عن ترامب، ماذا كان يقصد بعبارة سيعود بطريقة أو بأخرى في آخر رسالة تركها في البيت الأبيض؟ هو يتوقع أنه المتطرفين المحافظين سيبقون يعني يتذكرون ترامب وإنجازاته وإصراره على الأجندات المتعلقة بأمريكا أولا. ويعني هذه الأرقام الاستطلاعية يعني بينت أنه حجمهم بحوالي 30%،
نعم واعتقد سيكون يعني كظاهرة موجودة بالمجتمع الأمريكي، ولكنها ظاهرة بحدود مسيطر عليها، ولا أعتقد أن سيشكلون مشكلة إذا بالفعل الرئيس بايدن يعني نفذ أجنداته الوطنية المتعلقة بمصالح أمريكا الداخلية والخارجية. في الساعات الأولى لتنصيب الرئيس جو بايدن أعلن عن تغيير توصيف سفير الأمريكي في إسرائيل وإضافة عبارة الضفة الغربية وقطاع غزة. كيف يمكن تفسير هذا القرار في الساعات الأولى للتنصيب، وهل ينتظر تغيير في السياسة الخارجية الأمريكية حيال الأزمة والقضية الفلسطينية؟ يعني التغيير الجوهري لن يحدث، ولكن سيغير بايدن من أساليبه بالتعامل مع القضية الفلسطينية وكل قضايا الشرق الأوسط، وإلا ستبقى يعني إسرائيل هي المعززة والمحمية أمريكيا من الحزب الديمقراطي مثل ما كانت أيام قيادة الحزب الجمهوري. شكرا جزيلا لك رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، حدثنا عبر سكايب من واشنطن.